السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. وزير التربية والتعليم يثمن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يشدد على ضرورة عدم الاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية. المبعوث الخاص لشؤون المناخ يشارك في اجتماع بلديات دول مجلس التعاون والشرق الأوسط. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. ثمن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الجهود التي يبذلها المعلمون والمختصون بوزارة التربية والتعليم في مجال تطوير الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم من خلال برنامج الدمج، خاصة بعد زيادة عدد المدارس الدامجة إلى 84 مدرسة حكومية، مشيرا إلى أن الوزارة وحتى خلال الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لم تتوقف عن تقديم خدماتها لهذه الفئة من الأبناء، حيث تم تكليف معلمي واختصاصي التربية الخاصة بالتواصل مع طلبتهم لضمان عدم توقف عملية النمو المعرفي لديهم. شدد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على ضرورة عدم الاستهتار والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس والمحافظة على ما وصلنا إليه من مستويات مميزة في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى أنه بسبب استمرار التهاون في الإجراءات الاحترازية ما زال هناك ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات القائمة خلال شهر يناير الجاري. وجدد المانع تأكيده على أن الجميع مسؤول عن الزيادة والنقصان في أعداد الحالات القائمة، وبأن كافة القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الفيروس تتم مراجعتها بشكل دوري حسب المستجدات، ويتم بناء عليها اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في اجتماع بلديات دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، والذي نظمه مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الدكتور محمد خلال كلمة له أن الجهود التي قامت بها مملكة البحرين لإدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى المبادرات التي قامت بها المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير الإمكانيات التقنية، قد أسهمت جميعها في زيادة عدد المرافق المتوافرة لاستقبال المخلفات. مشيدا بفكرة إقامة الاجتماع لتبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون، داعيا المشاركين لتعزيز هذا التواصل بإقامة المزيد من الاجتماعات واللقاءات لزيادة التعاون والتنسيق في كافة المواضيع والقضايا الأخرى. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. فنانة بحرينية تحول منزلها إلى مساحة فنية وثقافية وتراثية. تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، افتتحت بلدية المنطقة الجنوبية ممشى مدينة عيسى، وذلك بعد إعادة تطويره وتأهيله ليكون مناسبا للزوار، حيث شهد الممشى تطورا ملحوظا من خلال توفير المزيد من الخدمات وتركيب ألعاب ترفيهية للأطفال وأخرى رياضية لمرتادي الممشى، إذ تهتم بلدية المنطقة الجنوبية بتطوير الحدائق والمماشي والمرافق العامة لتكون متنفسا للأطفال وأسرهم حسب توجيهات سعادة وزير الأشغال، مع مراعاة أن تتوفر فيها احتياجاتهم. وستشمل المراحل التطويرية المقبلة تركيب تجربة الإنارة بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك، وتركيب مرشات لتلطيف درجة الحرارة حرارة الجو لفصل الصيف، وتكثيف زراعة الأشجار لمرتادي الممشى.
اليوم تشرفنا في الواقع بتجديد ممشى طبعا المطاطي بمدينة عيسى، واحنا نشوف هذا الممشى طبعا يمكن افتتح في 2010 لكن اليوم يتجدد من جديد ويصبح صراحة ممشى من احسن الممشيات طبعا الموجودة في يمكن في البحرين بأكمله، لانه يشمل الكثير من التسهيلات والكثير من الالعاب والكثير من الامور التي طبعا يحتاج لها في الواقع الذين يمارسون الرياضة في البحرين. والف شكر وتقدير لبلدية المنطقة الجنوبية على ما يقومون به من تطوير، ليس بس الممشى، تطوير جميع الحدائق، وهناك حدائق جديدة ايضا وملاعب للشباب. طبعا اليوم احنا متواجدين لله الحمد بعد تطوير او تأهيل الممشى المطاطي في مدينة عيسى. طبعا الممشى ضافت عليه امور كثيرة في خلال الفترة هذه، منها طبعا التظليل وقسم خاص حق الاطفال، بالاضافة الى اللي هي شبكة الري. عندنا بعد تطوير المرافق باشكالها في الممشى. طبعا انا للامانه شكر خاص يعني طبعا لوزير الاشغال او شؤون الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ولا يسعني بعد الا اشكر بلديه الجنوبيه على ما قاموا عليه يعني من عمل ضخم في هذه الممشى اللي طبعا هو منفس او متنفس حق اهالي مدينه عيسى، اللي بالعكس يجونا من كل اماكن في البحرين لممارسة الرياضة هنا. طبعا قمنا بتطوير مضمار مدينة عيسى اللي يقع في مجمع 809 بمساحة 10300 متر مربع. من أعمال التطوير اللي تم إنجازها تم تركيب ألعاب رياضية وألعاب مختلفة للأطفال، مع تركيب أرضيات مطاطية في مختلف المناطق، وتركيب أيضا مظلات، وتم زراعة أشجار مع عشب طبيعي وتركيب شبكة ري. تغريد زهير فنانة بحرينية قادها شغفها للفن والتراث إلى تحويل طابق من منزلها إلى معرض ومساحة فنية تعرض فيها مواهبها ومواهب ابنتيها. كاميرا التاسعة زارت الفنانة تغريد لتطلعنا على هذه المساحة. يقول الكاتب سيدني سميث بأن البيت المريح من أعظم مصادر السعادة، فكيف لو كان البيت عبارة عن معرض ومساحة فنية وثقافية كبيت الفنانة تغريد زهير التي استضافتنا في منزلها الذي حولته إلى فسحة فنية ثقافية. حولت الطابق الأرضي إلى مكان وفسحة فنية ومعرض أعرض فيه كل الأشياء اللي أنا أفضلها، ومساحة جيدة واسعة لبناتي أيضا يعرضون فيها جوانبهم المميزة من مواهب ومن هوايات، أيضا لوحة فنية لبناتي ولوحة فنية لي. بالإضافة إلى ذلك عندي أيضا الجانب التراثي، أشعر بالأمان وأشعر بالراحة لما أنا أكون بقرب باب قديم أو جرة أو أي شيء يمثل الماضي. يعني بتلاحظين هنا عندي بيت صنعه الوالد الله يحفظه عليه ويسلمه، وأيضا صنع لي دريشة. فحلو أنت تمرين على باب مسوين أبوش أو يعني أحد أقاربش المقربين جدا مثل الجد. أمي حولت بيتنا إلى مكان فني، هذا الشيء عطانا طاقة. بالنسبة لي أنا مع أختي اثنيناتنا عندنا مواهب مختلفة، أحس أن هذا المكان هو المكان اللي جمعنا ونقدر أن نطلع مواهبنا، خصوصاً أن المكان ملون وهذا الشيء يعطينا طاقة، الألوان يعني تعطينا حياة. تعرض لنا الفنانة تغريد زهير في الطابق الأرضي من منزلها الذي خصصته للفن والتراث فقط أعمال فنية تتنوع بين الرسم والتلوين على الخشب وقطع أثرية وتفاصيل صغيرة تخص الأجداد القدامى التي تعتبرها الفنانة موروث يولد شعور الفخر والاعتزاز. عندي أخشاب أحولها إلى طاولات مثل الباب، باب مزركش يعني لو شفتيه بحالته الأولية قد ما تعطينا اهتمام ومباشرة تقطينه إذا أنت مقتنيت، وإذا شفتيه في أي مكان ما راح تعطينا أي اهتمام ولا شيء.
أنا شعرت أن هذه النقوش لو تحولت إلى أشكال ملونة بهاي الطريقة، أعلم أهالي وأبنائي أن الحياة حلوة وأنك قادر تصنع جمال واقعك بإيدك. أفتخر أن أمي سوتها هذا المكان، يعني ما شاء الله مثل ما قاعدين تشوفون حتى عطتنا فرصة أن احنا نضيف لمستنا. مثل ما قاعدين تشوفون في هذاك الركن أغلب الرسومات رسمتهم وأغلب الرسومات لونتهم، فعطتنا فرصة أن احنا نثبت وجودنا بطريقة أو بأخرى. شنو الشعور لما أمشي؟ بصراحة وايد مستانسة، أرتاح، تحس أن المكان قاعد مثل ما يقولون يرحب. يعني بصراحة بعد تعب طويل من الدراسة ومن الاختبارات أي أشوف المكان يستقبلني، في أي زاوية أشوفها يستقبلني. الإبداع والابتكار يولد من المنزل، مبدأ اتخذته الفنانة تغريد لتؤكد بأن كلما توفرت مساحة من الألوان والفن في المنزل انعكس ذلك إيجابا على باقي أفراده. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BH TV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.